خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. زي ما انت قلت في بداية الحلقة النهاردة يعني في شبورة قوية، فهناخد الأول جولة مرورية وبعد كده نبص على أحوال الطقس. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة بنبدأ من محافظة القاهرة. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو فيه كثافات بسيطة. عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية تبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات، كورنيش النيل اللي جاي من المظلات، في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. تعالوا دلوقتي نروح على محافظة الجيزة، شارع الهرم تحديدا. حركة السيارات هناك فيها بطء، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. كمان في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. نروح مع بعض لمحافظة المنيا، في هناك سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على الطريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي ان في سيولة مرورية. كمان طريق الشيخ فضلي في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. اما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة اطلاقا. اما طريق الصحراوي الشرقي ففي بعض الكثافات المرورية البسيطة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لمحافظة الشرقية، طريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففي كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم. أما طريق أبو حماد للإسماعيلية فماشي بشكل كويس جدا ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في طبعا شبورة مائية الصبح كانت واضحة جدا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 29، أقل درجة حرارة في مطروح 21 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شويه.